خلينا ننقل بقى للمحطة الأخيرة في القناة النهاردة وهي المسرح. انت عملت تجربة طبعا مسرحية علاء الدين مع النجم أحمد عز. مظبوط. بس انت بقى المسرح بيوحشك، حابب تبقى متواجد أكتر في المسرح يعني ده بيتك بقى زي ما بيقولوا. بالظبط. بس عايز أقولك أنا عملت أنستونا بعديها بعد علاء الدين، وبيوحشني طبعا، بس أنا بالنسبة لي أكتر حاجة بحبها السينما. ببقى مبسوط أكتر وأنا قدام كاميرا عن المسرح، ما اعرفش ازاي، بس انا ببقى مبسوط اكتر. المسرح طبعا بيوحشني، مسرحيه انستونا دي وحشاني جدا. عايز اقولك ان انا بقعد اسال يا جماعه طب هنرجع امتى، طب هنعرض امتى، وده نادر. انا دايما المسرحيه بتخلص خلاص خلصت الحمد لله بطلع اجري. خلصت، لان المسرح متعب جدا طبعا، ومرهق، وكل يوم وبروفات كتير ويا قصه حزينه. لو انتوا الفتره اللي خدتوها في المسرح انتوا كنتوا روايتين كل شويه جداد ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ما كنتوش يعني سبع سنين اللي انت بتتكلمي فيه ده على مدار سبع سنين، وقبليهم من 2005 لحد 2011 او 12 مسرح هواه. فكنا بنعمل مسرحيات، عملت مسرحيات كتير قوي قبل ما نتشهر. كنت متخيل يا كريم ساعتها بقى لو رجعنا في الزمن لبدايات المسرح، كنت متخيل ان مسرحيات مسرح مصر تفضل موجودة لحد دلوقتي زي ما هي؟ يعني مفيش بيت ما بنتفرجش في العيد في يوم الجمعة على المسرحيات بتاعتكم ونقعد نضحك ونفتكر، وزي ما انا بحكي لك الولاد الصغيرين لوحدهم بقوا بيشغلوا الحاجة وفاكرين لكم حتت وسكتشات. وحتى غير ان احنا نتفرج على المسرحية كاملة، السوشيال ميديا دايما عليها مقاطع من مسرح مصر او ليكوا حتى شغلكم البدايات من قبل ما كانت تبقى مسرح مصر. كنت متوقع كده ساعتها؟ لا خالص بصراحة، لان ما كانش في خيال النجاح اللي حصل او الطفرة دي. هو كان بالنسبة لنا فرصة للانتشار، للتواجد، يعني في البدايات بقى، فما كانش حد عنده الحسبة ان هو هيفرقع قوي كده وينجح النجاح العظيم ده. لا ما كانش حد في دماغه، لدرجة ان احنا كنت انا وعلي وقصقص، احنا اصحاب من زمان جدا، فكنا واقفين بنتخانق احنا التلاتة على ان احنا هنسيب. احنا كنا ساعتها في مركز الابداع الفني في الاوبرا عند دكتور خالد جلال، فده هيأثر على مركز الابداع الفني، ده دراسة. ما احنا مش هينفع نروح، هنروح ازاي واحنا اصلا هنقعد هنا ست مواعيد. شهور كل يوم احنا ست شهور قاعدين في شقة في 6 اكتوبر وقاعدين للمشروع ما بنعملش حاجة، سافرنا ليبيا يعني قاعدين ما بنعملش اي حاجة، فهيأثر على دراستنا اللي هي اللي احنا اللي هننتشر منها. فعلي كان مع فكرة ان احنا لا ما نعملش ونقعد في نكمل الدراسة وبتاع وما نأثرش فيه. يا ابني الله يهديك، وخناقة بنت لذينة لحد ما قدرنا نقنعه وكملنا في ال وسبحان الله نقطة التحول، نقطة التحول، وهو أول واحد تحول سبحان الله اللي كان معترض يعني. طبعا بس يعني مش هنقدر ننكر ان مهما السنين بتعدي بقت عامله المسرحيات دي كده زي ايه، بونبونيه احنا متعودين احنا بنتفرج عليها ونطلع منها حاجات تضحكنا وتفرفشنا. ايا كان بقى صغيرين كبار انتوا دخلتوا قلب الناس كلها. الحمد لله، زي ما بنقول الناس بيقولوا عليك ولادهم. الحمد لله. للاسف لقاءنا خلص النهارده، انت نورتني ماشي ومبسوطه جدا بوجودك معايا، بس هطلب منك طلب اخير، الرساله بقى اوجهها انت لجمهورك اللي دايما لما بيشوفوني في الشارع اي حد يقعد يقول لي انت ما بتستضيفيش مثلا كريم روم، كريم كان عندي يا جماعه. بالظبط. لا تاني تاني ما يا جماعه تاني. مش كده، ما هي بعيد يا جماعه، احنا بنتعب عشان نيجي هنا والله. عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم في سعاده وصحه وراحه بال، ودايما في ظهرنا، ودايما بتحبونا، ودايما قاعدين جوه قلوبكم، ودايما اشوفكم في احسن صحه واحسن حال. كل سنه وانتم طيبين، نورت الدنيا، يا رب نتقابل دايما ونحتفل دايما يا رب يا حبيبتي، ربنا يخليك. كده وصلنا لنهايه حلقتنا من الراديو بيضحك، اشوفكم الحلقه الجايه، استنونا.